بروج يا جماعة، مرحبا بكم. هذا الفيديو مورغان لويز هي من ترافقنا. مورغان لويز هي أرتزة كبيرة الحجم من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا تدفن إيجابية الجسم مجموعة ورقمية وتركز على السفر والموضة والجمال وأسلوب الحياة. جميلة رأت النار بتاريخ 5 فبراير 1993، تبلغ من العمر 31 سنة اعتبارا من عام 2024. البرج الفلكي هو برج الدلو. المليانة تقيم في لوس أنجلوس كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. كانت أرتزة في سن مبكرة، اكتسبت شعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. فهذه البنية المتعرجة كانت صورها مقاطع الفيديو الخاصة بها إعجاب المتابعين. جميلة شاركت في عدة مسارح وعروض للأزياء، وتزايد شهرتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي أثرت العديد من العلامات التجارية للأزياء والمكياج والملابس الداخلية وملابس السباحة كوجه مروج ناجح لمنتجاتها. صارت أزياء كبيرة الحجم، الهدف الأساسي للأزياء هو مساعدة النساء الأخريات على حب أنفسهن وإرشادهن دون فشل. الولدة الجميلة تحب السفر، قد زارت العديد من الأماكن السياحية في العالم ومنها المغرب. قدر القيمة الصافية تجاوز مورغان لويز في سنة 2023 بين 100,000 و 500,000 دولار أمريكي. مصادر دخلها تأتي من عرض الأزياء والترويج للعلامات التجارية. دكتور قامت الجميلة 72 سنتيمتر وجسمها 86 كيلوغرام وقصر صدرها 112 سنتيمتر وقصر الخصر 82 سنتيمتر أما مقاس الورقين 138 سنتيمتر وشعرها بني جميل ولون العيون خضراوي. الجنسية أمريكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم وشكرا.